السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في إنترنت الأشياء 1-2. سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على مشروع الوحدة الرابعة. أهداف الوحدة: التعرف على تقنيات إنترنت الأشياء المستخدمة في الأغراض الصناعية، التعرف على استخدام الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم في المصانع المتصلة بإنترنت الأشياء، أيضا إنشاء وتمثيل شبكات إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون، أيضا التعرف على محاكاة شبكة إنترنت الأشياء باستخدام الكاب كربون، إنشاء مقاطع برمجية بلغة بايثون لبرمجة عقد الشبكة، إنشاء نموذج أولي لمراقبة الحرائق والإنذار بإنترنت الأشياء، أيضا إنشاء نموذج أولي للصناعة الذكية والأتمتة بإنترنت الأشياء. الأدوات التي تم استخدامها: برنامج الكاب كربون. المشروع يعتبر الاتصال مهما جدا داخل المصنع للتنسيق بين الإدارات والقطاعات المختلفة. عندما يتم تطبيق الاتصال المتوازي ببراعة، يمكن زيادة الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير. أولاً، ستقوم بمحاكاة نظام توصيل داخل المصنع يتكون من مركبة توصيل تتحرك على مسار محدد سابقاً، بحيث يتم توصيل الأجزاء والمواد إلى قطاعات مختلفة. أنشئ شبكة تتكون من وحدة المتحكم الرئيسة مع 3 عقد وسطى و3 عقد طرفية لكل عقدة وسطى. ثانياً، سوف تمر مركبة التوصيل على كل عقدة طرفية وتوصل أي أجزاء أو مواد. اكتب مقطعاً برمجياً للعقد الطرفية لطلب الأجزاء أو المواد عن طريق إرسال نص بهذا الطلب إلى المركبة، واكتب مقطعاً برمجياً لتزويد المركبة بما تم طلبه بإعطاء تأكيد. ثالثاً، وسع مشروعك بحيث تقوم العقد الطرفية بعد تلقي طلبها بإعادة توجيه الرسالة إلى العقدة الوسطى المقابلة لها، بحيث يمكن متابعة الإنتاج. وفي المقابل، ستقوم العقد الوسطى بإعادة توجيه الرسالة إلى وحدة المتحكم الرئيسة، والتي ستطبع رسالة إعلامية تفيد بأن طلب القطاع قد تم تلبيته. رابعاً، وسع مشروعك ليشمل بطارية في المركبة تستهلك طاقتها بالكامل في كل تحرك لها. أضف عدة محطات شحن عبر الطريق. هل تستخدم أقل عدد ممكن من محطات الشحن؟ إذن الآن سنقوم بمراجعة الوحدة الرابعة لمساعدتك عزيز الطالب في حل المشروع. أولاً، الصناعة الذكية، حيث أصبح لتقنيات إنترنت الأشياء تأثير كبير على جميع مجالات الحياة بما فيها المجالات الصناعية، وذلك من أجل أولاً تقليل التكلفة وتحسين الكفاءة. ولكن أدركت أن المحاولات المستمرة لخفض التكلفة يؤثر بشكل سلبي على خدمة العملاء وجودة الإنتاج. أدت بعض تقنيات إنترنت الأشياء إلى إحداث تغييرات ذات أثر كبير في عمليات التصنيع. ومن ذلك أولاً التصنيع القائم على البيانات، حيث تعمل البيانات الضخمة على تغيير عالم الصناعة. وقد أصبح بإمكان المصنعين الوصول إلى جميع البيانات التي يتم إنشاؤها وجمعها بواسطة الآلات، وذلك بهدف أولاً المراقبة الفورية للجودة وتحسين كفاءة الآلات الكلية وتقليل وقت الإنتاج. أيضاً من تأثيرات إنترنت الأشياء في التصنيع تقارب تقنية التشغيل OT وتقنية المعلومات، حيث في سياق إنترنت الأشياء تضم التقنية التشغيلية في بيئة التصنيع أولاً وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة، وتضم أيضاً أجهزة حاسب وغيرها من التقنيات التي تشبه تقنية المعلومات. أيضاً من التأثيرات إنترنت الأشياء في التصنيع تقنية أفضل وتكلفة أقل، حيث أصبحت إمكانية الاتصال والمراقبة وتحسين الأجهزة قابلة للتطوير والأتمتة قائمة على بيئات تشغيلية متطورة نتيجة ظهور تقنيات جديدة. أيضاً من تأثيرات إنترنت الأشياء في مجال التصنيع تعزيز الكفاءة والسلامة. سؤال: إلى ماذا تسعى المصانع ولا سيما في قطاعات الأغذية والمشروبات؟ تسعى إلى الوصول إلى التحكم الآلي والأتمتة والتصنيع دون التدخل البشري لمهمات التصنيع المختلفة. إذن كيف يمكن تمكين المصانع الحديثة من تحسين الكفاءة والسلامة؟ يمكن أولاً توظيف إنترنت الأشياء أو استخدام الروبوت أو معالجة الصور.
أيضا تعرفنا في هذه الوحدة على هيكلية المصنع المتصل، حيث بدأت الشركات بالدمج بين الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم مع تطبيقات تقنية المعلومات وأدوات التحليلات لتوفير إمكانيات تحكم وتحليلات تشغيلية مفيدة للأعمال. يتم استخدام هذا الدمج للتحكم في العمليات الأساسية أو لمراقبة استخدام تدابير السلامة عند حدوث أي طارئ. يهدف دمج الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم إلى تحقيق الجودة والكفاءة في الإنتاج، أيضا الحفاظ على مستوى عالي من التكامل والموثوقية. أيضا في هذه الوحدة تعرفنا على برنامج الكاب كربون، وهو مدينة ذكية افتراضية وبيئة محاكاة لشبكة مستشعرات لاسلكية بإنترنت الأشياء. يمكن استخدامه لتصميم وإنشاء وتمثيل شبكات إنترنت الأشياء المكونة من عقد وأجهزة وأحداث وأمور أخرى. يوفر هذا المحاكي عدد كبير من الأدوات لتكوين الشبكات التي تم إنشاؤها لاختبارها وتحسينها. قمنا في هذه الوحدة ببرمجة العقد باستخدام لغة البايثون. نافذة الكاب كربون، عند فتح البرنامج سيتم فتح نافذتين، أولا النافذة الرئيسية التي تحتوي على الخريطة وأيضا وحدة التحكم وشريط القوائم وشريط الأدوات، أيضا تحتوي على نافذة أخرى وحدة التحكم لطباعة رسائل الخطأ وأيضا لمساعدة المستخدم على تصحيح الخطأ في البرامج النصية. قمنا بإنشاء عقدة إنترنت أشياء بسيطة، تطبع رسالة هلو أو وورد لأجل مساعدتك أو لأجل أن تعتاد على استخدام بيئة الكاب كربون. قمنا بالضغط على New Project، بعد ذلك قمنا بكتابة اسم المشروع My First Cap Carbon Simulation، بعد ذلك حفظ. قمنا بإضافة عقدة. أولا ما هي العقدة؟ هي اللبنات الأساسية لتكوين الكاب كربون. يعرض في العقدة المعرف الخاص بها مع دائرتين حولها، حيث الدائرة الداخلية تشير إلى نصف قطر المستشعر المستخدم للكشف عن المستشعرات، بينما الدائرة الخارجية تكشف عن الأجهزة اللاسلكية من مثل العقد الأخرى. لإضافة عقدة من شريط الأدوات Toolbar، نقوم بالضغط على IoT ونقوم بالضغط على الخريطة لإضافة العقدة. بعد ذلك من شريط الحالة نقوم بالضغط على All. بعد ذلك قمنا بإنشاء مقطع برمجي بسيط يطبع رسالتين بالتناوب على العقدة. المقطع البرمجي Import Time، في البداية قمنا باستيراد المكتبة، بعد ذلك Node.Print Hello، هنا طباعة Hello، بعد ذلك Time.Sleep 1 second، هنا الانتظار لمدة ثانية واحدة، بعد ذلك طباعة كلمة Word، بعد ذلك الانتظار لمدة ثانية واحدة. بعد ذلك قمنا بإدراج المقطع المقطع البرمجي من شريط الأدوات Python. قمنا بإنشاء أو كتابة المقطع البرمجي وحفظه باسم Hello. بعد ذلك قمنا بإدراج المقطع البرمجي العقدة، نقوم بالضغط على العقدة، بعد ذلك من Device Parameter من Script File نقوم بإدراج المقطع البرمجي الذي قمنا بإنشاؤه Hello.Python، بعد ذلك تشغيل المقطع وحفظ المقطع، بعد ذلك تشغيل المحاكاة. هنا تشغيل المحاكاة وإدراج المقطع، نقوم بالضغط على العقدة، بعد ذلك من Device Parameters من Script File نقوم باختيار المقطع البرمجي Hello.Python، ثم تشغيل المقطع وحفظه، بعد ذلك تشغيل المحاكاة لتظهر كلمة Hello Word بالتناوب.
أيضا قمنا في هذه الوحدة بإنشاء برنامج أو مقطع برمجي لمراقبة الحريق والتحذيرات، حيث أنشأنا مشروعا يحاكي نظام مراقبة الحرائق في المصانع. قمنا بإنشاء حرائق عشوائية في مصنع، ويقوم النظام بتبليغ وحدة التحكم الرئيسية بالمصنع عن القطاع الذي توجد فيه الحريق. تم ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من العقد ذات الوظائف المختلفة التي تتواصل مع بعضها لتمرير الرسالة، بدءا من العقدة الطرفية H ومرورا بالعقدة الوسطية Proxies، وأخيرا لتصل إلى العقدة الداخلية Main Controller. استخدمنا 3 أنواع من العقد. قد يحدث حريق في الأطراف. العقدة الأولى H يتم تحديد ذلك بواسطة مولد أرقام عشوائي. في هذه الحالة تطبع العقدة ذاتية رسالة ذاتية وترسل رسالة مختلفة تحتوي على رقم القطاع إلى عقدة الوسطى بروكسي، إذن العقدة الأخرى المجاورة لها، ثم ستسكن لمدة زمنية محددة. سيقرأ الوكلاء أي رسائل قد تلقوها ويعيدوها إلى وحدة المتحكم الرئيس المين كنترولر. العقدة الثالثة كما قد يقوم بطباعة رسالة ذاتية لإبلاغ المستخدم. بعد ذلك تقوم وحدة التحكم الرئيسة بقراءة أي رسائل قد تكون تلقتها، وتطبع الرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة العقدة الطرفية Edge التي تخبر المستخدم بالحريق. إذن أنشأنا عقدة المتحكم الرئيس وأيضا عقدتين وسطى وعقد طرفية التي تحدث فيها الحريق. الشبكة بشكلها النهائي، إذا تم حدوث حريق في أحد العقد الطرفية يتم إرسال رسالة إلى العقدة الوسطى لتقوم بإرسالها إلى وحدة المتحكم الرئيس لتقوم بطباعة الرسالة. العقدة التي تم بها تخبر المستخدم بالعقدة التي تم بها الحريق. إذن لابد أن تحتوي جميع العقد على المقطع البرمجي. نقوم بالضغط على Run IoT Simulation أو تشغيل محاكاة إنترنت الأشياء من شريط الأدوات. أيضا قد تشتغل الحرائق في بعض القطاعات نظرا لاستخدام مولدات أرقام عشوائية أكثر من غيرها. أيضا لابد من استخدام أسماء نصية معبرة المقاطع البرمجية مثل Proxy والEdge والController. حالة المحاكاة عند تشغيل المحاكاة، إذا تم حدوث حريق في أحد العقد الطرفية يتم إرسال رسالة إلى البروكسي لتقوم بطباعة الفوروردينج أو إعادة إرسال إلى المتحكم ليقوم بطباعة المكان الحريق Fire in Sector 4. أيضا في هذا الوحدة تعرفنا على الصناعة الذكية والأتمتة، حيث قمنا بإنشاء مشروع محاكاة لنظام يفحص منطقة التخزين المصانع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للتلف إذا تركت دون تبريد طوال الليل، وذلك باستخدام مركبة تفتيش آلية. ستتخذ مركبة تفتيش مسار محدد سابق في منطقة تخزين المصنع، وسيتم وضع علامات على الحاويات وفقا لمحتوياتها من مواد قابلة للتلف ومواد طويلة الأمد. تحتوي كل حاوية على رقاقة إنترنت الأشياء، ترسل رسالة باستخدام موجاتها اللاسلكية لتبلغ المركبة بمحتوياتها. توجد أيضا بعض محطات الشحن في كافة أنحاء منطقة التخزين لشحن بطارية المركبة التي ستنخفض أثناء حركة المركبة. في البداية أنشأنا مسار تسير عليه مركبة التفتيش، وضعنا علامات على الخريطة لتحديد طبيعة المسار. أيضا قمنا بإضافة بعض العلامات لتحديد المسار بشكل دقيق. إذن قمنا بإضافة أو قمنا بالضغط على زر مارك من التول بار، قمنا بإضافة 5 علامات على الخريطة لإنشاء المسار. بعد ذلك قمنا بإضافة المزيد من المسارات من Insert Marks وإضافة المزيد من أو علامات على المسار.
بعد ذلك قمنا بإضافة عقدة مركبة التفتيش. تم محاكاة مركبة التفتيش بواسطة عقدة تتحرك طول المسار. أيضا قمنا بزيادة نطاق الاستشعار حيث يمكنها الوصول إلى نطاق منطقة الشحن. إذن قمنا بإضافة عقدة مركبة التفتيش وقمنا بتوسيع دائرة منطقة الاستشعار لتقوم باستشعار مركبات الشحن. بعد ذلك قمنا بإضافة المسار عن طريق الجي بي اس فايل rotate.gps. بعد إضافة عقدة مركبة مركبة التفتيش قمنا بإضافة عقد الحاوية. إذن قمنا من التول بار IoT قمنا بإضافة عقد التي تمثل الحاويات. قمنا بإضافة 7 عقد، بعضها تحتوي على مواد قابلة للتلف وبعضها تحتوي على مواد طويلة الأمد. بعد ذلك قمنا بإضافة محطة الشحن حيث تستهلك مركبة تفتيش الطاقة خلال حركتها في المخزن مما يتطلب إعادة شحنها. سنقوم بإضافة بعض محطات الشحن على المسار لشحن المركبة أثناء مرورها بقربها، ولهذا السبب تم زيادة نطاق الاستشعار الداخلي لمركبة التفتيش. إذن لإضافة محطات الشحن من التول بار نقوم بالضغط على موبايل. قمنا بإضافة محطتي شحن قريبة من المسار الذي تتحرك فيه مركبة التفتيش. بعد ذلك تشغيل المحاكاة. تتحرك مركبة التفتيش في المسار الذي قمنا بإنشائه بعد مرورها بالحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للتلف. تظهر رسالة بيك، المواد الغير قابلة للتلف don't pick. وأثناء مرورها بالشحن يتم شحن البطارية. المشروع الآن بإمكانك عزيزي الطالب حل المشروع بعد مراجعة الوحدة وتسليمها إلى معلمك المدرسة. شكرا لكم على حسن المتابعة.